وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها. ويهدف مشروع القانون إلى تصحيح أوضاع المنشآت والمحال الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتماشى مع الاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية والمعايير المطلوبة في هذا الشأن. موافقة مجلس الشيوخ وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها تأتي بهدف مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعها بشكل كامل، ما يجعلها في إطار قانوني سليم يساعد على دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي. كما يساهم مشروع القانون الذي انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر في معالجة الخلل الواقع بسبب تقدم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة التي سبق إصدارها لعدد من المنشآت الصناعية والتي انتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات. وأجاز مشروع القانون لهيئة التنمية الصناعية خلال 3 أعوام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون منح تصاريح للمنشآت الصناعية غير المرخص لها لمدة عام قابلة للتجديد مدتين أخريين على أن تلتزم المنشآت الصناعية التي منحت تصاريح بتقنين أوضاعها خلال هذه الفترة. بعد انقضاء مدة عمل التصاريح التي استخرجت لأصحاب المنشآت الصناعية غير المرخص لها والتي انقضى أجلها في شهر مايو من عام 2019، ارتأت الحكومة التقدم بمشروع قانون لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، الأمر الذي يعمل على التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية ودفع عجلة التنمية ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني. من مجلس الشيوخ، محمود إسماعيل، التلفزيون المصري.